انت تخرس خالص افجر نفوخك. خلص عليه يا جلهوم. لا فاجر مش هياكل، ده ابن بلدي وربك. انت هتخلص عليه ولا اخلص عليكوا انتوا الاثنين؟ ما تعرفش تخلص علينا وربك. اقول له كبرى على اللي انت عملته في عمليه البساتين. ايه عمليه البساتين دي يا فاجر؟ قال الفساتين، الفساتين يا كبرى، ما تركزيش. لو ربنا قال البساتين. انت مالك انت؟ ما حدش طلب شهادتك. خلاص يبقى الواد ده بورسعيدي. لا بورسعيد ولا فساتين، اخرس خالص. عايز تفضحنا جلهوم؟ ماشي، لما نخلص العملية لنا كلام تاني. خلي الواد يدي الحقنة لابوه. روح يا حباب. مين ابو الواد ده؟ انا. انت برضو؟ انت برضو؟ سبحان الله، حسيت اول واد ما دخل انه ابن اللي تايه مني من يجي 12 سنة. انت تخلص خالص افجر نفوخك. ثانية واحدة حضرتك، اعمل اي حاجة واحدة في حياتك يا عم درمالي وارفع ايدك بقى. ايوه هو ده ابويا بيه، هو ده ابوك. لا وفر الحقنة، هتحرق خام وهتحرق فلوس. انا عندي سؤال. انت برضو؟ انت برضو؟ معلش، ده ابوك وده عنده السكر بس؟ ما بدل ما بتسخروا من ابويا كده، شوفوا حد يديه الحقنه. انا ما بعرفش اديها له، اخر مره اديتها له رجله اتكسرت، واللي قبلها ايديه اتنت. وهو انت خلاص خلاص سبت عليا اتنيت. انا بعرف ادي حقن لهلوبه. اديها شنطه الحقنه. شنطه الحقنه؟ كل دي حقن سكر؟ اصل السكر عالي عنده قوي. عشان كده انت عسل يا ولا. انت برضو؟ لا لا انت برضو. حبيبي طب استاذن انا بقى عشان الحق البيجو. لا تستاذن ايه، البيجو حمل ومشي خلاص. انت قاعد معانا هنا عشان محتاجين رهائن. لا ما انا همشي وهجيب لك رهائن كتير. يعني ايه مجلي؟ هجيب لك مجلي ومشوي وطحينه. لا انا عندي مجلي، خليك انت قاعد عشان احنا محتاجين المشوي. خد الشنطه دي دخله جوه. لو سمحت حضرتك انا ايدي بتترعش قوي، مش عارفه اديله الحقنه، لازم ادخل الحمام. الله يحرقك، انت واكله ايه على الصبح؟ مفيش حمامات يا بنت تبطي. ما تقلقيش هتصرف هتصرف. شجع بلده. بورسعاد. بنت بلده. بورسعاد. خلاص تعالي خشي الحمام اشبع عشان خاطر عيونك بس انت حباب. خلصت بقى الله يخرب بيتك، عايزين نجل. معلش بقى بلديات لازم نوجل. يلا بقى يا ست خلصينا. يا ساتر انا اتشهمت من عمليه الطين دي بقى. فاجر لو نص ساعة والفلوس ما وصلتش خلص على رشوان وتعالى. لا أوامرك أوامرك يا كوبرا. طب وبعدين العمر بيمر، طب ما تسمعينا حاجة نسلي وقتنا. يلا يا شمس. يا ما بتردش لا، إيه اللي بيحصل؟ أنيسة شابة انت يا بيت، يكون جرالها حاجة دي ولا ايه؟ ايه ده هو؟ يا راحت فاهم تكون سقطت في عين الكابينه؟ يعني مش فاهم حاجة، يا راحت فاهم. الهلال والنجمة البرونزية. خد يا خد يا خلص يا فاجر وبارك الله فيما رزق. وجب كان نفسي تطلع جدع وتوفي بوعدك تبقى معانا في العصابة، بس يا خسارة طلعت خسيس. لا نتقابل في جهنم. لا اثبت مكانك ياض يا فجر، انت وهو يا ايه الصدف السعيدة دي؟ سوبر ميرو خلاص يا رجالة، لموا الشبك جبرت خلاص. جات لحد عندك يا فاجر؟ انا عايزاها حيه من عينيا. رجالي بس الدم هيبقى للركب. الفلفل بالشطه والليمون. ايوه يا سوبر ميرو وريهم نجاح العلم. يا بنت الابلسه بتقتلي الرجاله بالشطه والليمون؟ وانا اعتمد على الرجاله ليه؟ ما ايديا موجوده. الساعة اللانهائي. يا 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 أنا صح أنا صح. اصطبر حسابك معايا بعدين. على فكرة يا سوبر ميرو أنا مش معاهم. آه والله مش معاهم، أنا معاكي وتحت أمرك ووراكي في أي حتة تعوزيني فيها. جيم أوفر، وينر وينر تشيكن دينر. رائحة العرق. Yeah.
الريحة الوحشة دي كأنه بكابورت وطفح في وشنا. نايم، خرجوني من هنا، خرجوني من هنا. الحقنا من بلدي. ارجع بلدك بورسعيد. هي عايزة مني ايه سوبر ميرو دي؟ ها؟ السلاح ده طلع اخطر مما كنت متوقع. خير في ايه؟ انا مش معاهم يا حضر الظابط، مش معاهم صدقني. انا موظف فاسد مرتشي. حيالله مرتشي بجد، هتاخدوني ليه؟ انا مش معاهم.